بتردش على تليفونك ليه؟ ما انت عارفه مش عايز وجع قلب. طب فين عمر؟ نايم جوه راجع من السفر تعبان. مالك يا راجل في حاجه؟ هي اي حاجه؟ دي اسكندريه مقلوبه بره، الشباب محاصرين مقر امن الدوله. ايه؟ هو ينفع ان ده يحصل؟ هو نفع يا سيدي. النهارده الصبح واحد من الشباب الثوار اسمه حسن مصطفى كان معدي بالصدفه من جنب مقر امن الدوله، لقى لك عربيات خارجه من جوه وعماله تحمل في كراتين. الكراتين دي شكلها كان بيقول انها وثائق. راح لمم الشباب وعملوا وقفه قدام المقر. قاموا العساكر طالعين عليهم فوق السطوح وقعدوا يضربوهم رصاص ومولوتوف لحد ما عوروا شباب كتير. عربيات الجيش عملت ايه بقى؟ راحت سحبه نفسها من قدام المقر، وطبعا الناس كانت هايجه جدا. طبعا الشباب لقوها فرصه واقتحموها. يلا بقى صحي عمر. ملحقوش فيهم كل الملفات.
بخصوص المدعو محمود عبد الناصر الذي أرسل الفرع مذكرة للتحري عنه، نفيدكم أن المذكور والده من العناصر اليسارية الإيثارية المحرضة على قلب نظام الحكم والمناوعة للسلطات القانونية، وسبق اعتقاله أكثر من مرة، وهناك تأثر واضح لابنه به يمكن أن يجعله مصدر إزعاج للسلطات في موقع حساس كهذا، ولذلك نوصي بعدم قبول تعيينه حرصا على أمن الدولة. والله الموفق والمستعان. اتفضل يا سيدي، شوف صاحبك وجهازه العظيم ما كانوش واثقين فيك ازاي؟ كانوا حاطينك تحت المراقبة، تليفوناتك وتحركاتك ومقابلاتك عشان يعرفوا ولائك. ما كفاهمش طبعا كل النفاق اللي كنت بتنافقه للريس وابنه ورجالته في كل مناسبة، لا ما كانوش مصدقينك، كانوا حاسين ان جواك لسه في حتة نظيفة وانك عمرك ما هتبقى وسخ زيهم. الله اعلم، يعني يمكن عشان ما بدأتش وسخ معاهم من زمان. طب دي المفروض انها حاجة تفرحني، اصور بقى كام الف نسخة من الورق ده ووزعه على العيال اللي هريني في الجامعة على اني فلول من بقايا النظام البائد ولازم اغور معاهم. مش عارف اغور اروح فين. بس لا ما تفرحش قوي كده، هما برضو مشكرين فيك في التقارير، قايلين انك كنت بتبدي اخلاص متزايد للنظام وانه يمكن الاعتماد عليك وتصعيدك في التشكيل الحزبي. لا يبقى الورق ده لازم يتحرق فورا، انا مش ناقص. بقولك ايه، ما توصي عليا رفاقك الثوريين ان هم يعتقوني. طب وليه؟ ما تعمل زي زمايلك التانيين ما عملوا، اطلع قول لهم انك دايما كنت جوه الحزب بتحذر من الخراب اللي جاي. صراحه يعني كده عداك العيب. وتفتكري هيصدقوني؟ ها؟ انت رايحة فين؟ هترجعي امتى طيب؟ طب بلاش ترد على الموبايل، ابعتيلي ان شاء الله مسج. في حاجات ما كنتش هتعرفها عن نفسك الا لما تقرا الورق ده. ايه يعني؟ ايه ولاد التافهه دول؟ هما كانوا فاضيين للحاجات دي؟ بس ما تنكرش ان هما مقصرين يابا برضه. ده ما فيش اي تفريغ لخناقاتك مع امي. الظاهر بقى ما عرفوش يحطوا كاميرات في البيت عشان امي على طول لابده فيه. هما يعني كانوا هيغلبوا؟ يعني الظاهر احنا ما كناش على درجه عاليه من الخطوره. والا كانوا اتصرفوا وحطوا لنا كاميرات من اللي بتصور وتسجل تسجيلات من اياها. الحمد لله كنا اتفضحنا دلوقتي. تسجيلات ايه يا حاج؟ انت هتعملهم عليا؟ ما راحت عليك يا عبد الناصر. وحشتنا ضحكتك يا ابن الكلب. يا فين ضحكتي دي يابا؟ ده انت اللي بتضحك. عندك حق.